يعني مشكلة عويصة. أنا متزوجة وأولادي، أنا صار لي 20 سنة متزوجة وعندي هسه 6 أطفال من عنده، 5 ولد وبنية. بني ومولاي هو بصورة يعني هاملهم، إذا لو يجي يسلبهم يهزمهم يعني يقتلهم قتل مبرح، لو يهزمهم وأنا أسلمهم وأنا تليفوني بيدي أنا أمر وأعلم، بصلة النظام ويتجاوزون علي. واحد منهم يلعب لودو ويا النساء وأغاني وحكي فواحش، الثاني عمره 16 يطلع ويا جماعه يشرب ويجي نشاور، لا لا الاخر عنده علاقه ويا بنتي اللي تزوجها على اساس البنت يعني تلبس صار عندها، هذا الصغير يتجاوز. او اقول لاهلي يقولوا لي صبري، انا لا اقدر افارقهم ولا اقدر ابقى يمنا، يعني وصلت حاله عقده صارت في حاله نفسيه، لا ازور لا اطلع، المجتمع ما ينصفني، لا عيالي لا هو زوجي، حقوقه بالبيت ما يديها صورة صحيحة الا انا ويا مشاكل. وكأن المرأة ما لها حق بالحياة، وصلنا فكرة انت مرأة ما إلك حق، بس الرجال. يعني مولاي واحد الى متى يبقى هيك هذا الظلم؟ الى متى احنا نتجه الى الله ونتجه رجال يسوون لنا حل ويا هذا المجتمع؟ يرحم والديكم مشكورين. حياك الله أم محمد، حياك الله. سمعت مشكلة الأخت. الأخت عندها زوج وعندها 6 أبناء، منهم 6 أولاد وواحدة بنت، ولكن طريقة تعامل والدهم بشكل اللي أهملهم وهي ما تقدر تسيطر عليهم، وبلغوا أولادها صاروا كبار، واحد يشرب الخمر، واحد ما أدري يلعب كذا، واحد يسوي علاقات منحرفة مع النساء وإلى آخره. قالت وضع مزري جدا، والمرأة ما إلها أي شخصية، الأم ما إلها أي شخصية، ويجاوزون عليها. وتقول أنا شو اللي أسوي؟ حجية شوفي، أنت أمام خيارين، أنت أمام خيارين. الخيار الأول مثل ما قالوا لك أهلك، تحملي هذا اللي صاير، تحملي وانت عليه حال، ادي اللي عليك. الخيار الثاني خلص، انا لا تحترمون امكم، لا تقدرون امكم، لا كذا، في امان الله، في امان الله، تتركين البيت وترحين الى اهلك وترتاحين. واقع اذا كان الاولاد لا يكونوا على مستوى عالي من الاحترام لوالدتهم ومعرفه وتقدير والدتهم بشكل جيد، ما قيمه هالاولاد هؤلاء، واقعا ما قيمه هالاولاد هؤلاء. الأولاد مو بس فتنة، مو بس فتنة، هؤلاء مصيبة. الولد اللي ما يسمع كلام أمه، الولد اللي يشرب الخمر يجي البيت، الولد اللي ما على حال يتمسك بالدين، وكل سنة مسوي علاقات فساد وزنا وكذا، شنو يعني؟ شنو؟ ما أعرف. كما ورد في بعض الروايات أنه هالشكل أولاد الإنسان يتعب نفسه عليهم، ولا فائدة منهم. شو الفائدة منهم؟ واقع هذا أقول. يعني سيدنا تش تقول أنه اتركوهم، تركيهم شو تسوين يعني؟ اتشي أولاد قولي لهم، قول ماما أنا بعد ما أقدر عليكم، في أمان الله، في أمان الله، روحوا تشوفوا لكم صرفة، عسى الله أنه شوية ينتبهون، شوية يرجعوا، ماما لا تعالي وكذا. ولا هل حالة التمادي وحالة على حال الطغيان، والمرأة مسكينة راكدة وساكنة وخاضعة، مو صحيح. هذا واقع مو صحيح. خلص، أنت ما تتحمل مسؤولية يا أبو فلان، زوجك ما يتحمل، قولي تفضل هذول أولادك، في أمان الله، أنا رايح لأهلي وأريد أخذ لي قسط من الراحة، كافي، أنا صار لي 20 سنة عايشة وياكم بضنك ومشاكل. لا يعني إذا قلت فتشي أنه ليس، اسمعوا جيدا خليلي أقوله، ليس من الحتم علينا، يعني ما محتم الله علينا أن نعيش التعاسة، الله ما محتم علينا أن نعيش الشقاء، الله محتم علينا أن شنو؟ أن نعيش بعقل وبدراية وحكمة حتى نحصل على الاستقرار والسعادة. مو أنا عايش ببؤرة مشاكل وبؤرة ما أدري مصايب، ولا نعم هذا قدري، لا هذا مو قدرك، هذا اختيار كان غلط، والاختيار الغلط مو الإنسان لازم يستمر على الاختيار الغلط، الاختيار الغلط
مو الإنسان لازم يستمر عليه. يعني إذا واحد تزوج واحد تعبان يعني خلص؟ لا، الله سبحانه وتعالى خلى الطلاق، والطلاق طريق للخلاص من الاختيار الغلط. الاختيار الغلط لا يعني أن أستمر عليه، أبدل وأغير. الإسلام هو وضع لي طرق للخلاص من هالمشاكل.